تحياتي اخواتي وحبايبي واصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بالف خير والف صحه دايما يا رب معاكم مريم من قناه اكل بنفس النهارده عندنا حلو السميد التركي السهل السريع البسيط اللي بدون فرن عارفه كده لما تكوني قاعده كده ونفسك في حاجه حلوه بس مكسله تشغلي فرن تدهني صواني تحطي بيكنج باودر تحطي مش عارف ايه عايزة حاجة حلوة وسريعة مفيش أسرع ولا أحلى من كده بصي بقى الجمال يعني ولو إيه مثلا لسه بنوتة صغيرة وبتفشلي في عمايل البسبوسة ولو إني طبعا شرحنا وعملنا في حلقات البسبوسة سواء فطاري أو صيامي إزاي تطلع معاك مرملة وناجحة وهسيب لك رابط الكلام ده في صندوق الوصف وزهلك في حرف الآي البسبوسة الفطاري والصيام بصي بقى الجمال بصي بقى بصي حاجه كده تحفه بصي بامانه وشغل بسيط جدا يلا بينا ندخل على حلقتنا بس يا قبل ما ندخل ما تنسيش باشتراك وتفعيل زر الجرس ولايكات كتير للفيديو ويلا بينا عندي هنا ووك حطيت في معلقه زيت بص صغيره عشان السمنه ما وحطيت 3/4 كوبايه سمنه بلدي لو عندك سمنة عادية عادي شغال زبدة براحتك برضو بس انا حبيت السمنة البلدي كده عشان نعيش اجواء البسبوسة يا بنات بسبوسة وقشطة وكده ونزلت بكوبايتين سميد سميد البسبوسة الناعم اللي بتعملي بيه البسبوسة بس طبعا مش مضاف عليه اضافات من العطار السادة خالص هفضل اقلب فيهم واشوح كده على طول زي ما انت شايفة ايدك فيهم اوعي تسيبيهم ممكن يتحرق منك ويشيد بسرعة لا ايدك فيه على طول على طول تمام كده وكل شوية أقلب يعني يعني ما سيبش أي حباية ما تبقاش في نفس درجة لون أختها كده إيدك فيها على طول تمام هنا طبعا الكاميرا كانت مطفية في المرحلة دي أهو بس أنا كتبتها لك أهو ضفت كوباية ونص سكر نص كوباية ونص سكر أبيض عادي وبرده فضلت أقلب خدي بالك انت كده اوعي تسيبي السكر برضو عشان ما منك وما يتحرقش لانك كده كانك بتكرملي سكر في ايدك فيه على طول تمام اهو انا كاتبه اوعي تنسي كوبايه ونص سكر تمام كده كوبايه ونص عاديه تحليتها كانت مظبوطه لو حبه احلى يعني تحليه اكتر حطي كوبايتين بس انا ما بحبهاش حلو يعني زياده فكوبايه ونص بالنسبه لي كانت حلوه انت براحتك من كوبايه ونص لكوبايتين بس ما تزوديش بصي السكر والسميد اخد اللون البني المكرمل ده تمام المرحله دي خدي بالك جدا 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 وطي النار على الاخر وانزلي بكوبايتين ونص ميه مغليه خدي بالك جدا جدا ولو بنوتة صغيرة انصحك ما تعمليش الحركة دي هتخافي <applause> خدي بالك علشان السكر المكرمل يعني حرقته صعبة جدا جدا فانت ضيفي المية عملي زي على مرحلتين ضفت المية حوالي كوباية الاول هديت الدنيا بس معايا شوية وبعدين ضفت الجزء التاني وهتفضلي تقلبي ايدك فيه لحد ما تتأكدي ان مفيش اي تكتلات خالص لازم تتاكدي مليون في الميه ان السكر ما تكتلش وتفكك كويس خالص والا هيبقى ناشف كده وصعب خدي بالك الوصفه دي اعمليها في حاجه كبيره عشان طرطشه تر... هتبهدلك الدنيا ووطيت البوتجاز وعملت كل وسائل الامان بس برده عملت قلبان شويه تمام بس بشويش ما تخافيش هتتجرأ ان شاء الله وتعمليها تمام بس كده ظبطت الدنيا وخلاص كده هغطي عليه لحد ما السميد يشرب لي كل السوائل اللي انا ضفتها اه بعد ما شرب كل السوائل اللي انا ضفتها حشت الغطاء شرب معايا كل السوائل اللي ضفتها كده هقلب تاني اه بصي متماسك كده في نفسه تمام كده حبايبي يعني مفيش اسهل ولا من كده هي كل ما فيها ما تخفيش بس كوني حذره في اضافه الماء لان الميه هتكون غاليه تمام اهو كده خلاص بدات تشرب أو يعني فضلت اقلب فيها لحد برضو ما تشربت بس انا كنت بغطي يعني اقلب واغطي واقلب واغطي لحد ما وصلت للمرحله دي ضفت حوالي كوبايه معلقه كبيره ميه ورد ممكن تضيفي فانيليا دي في قرفه براحتك بس انا حسيت ميه الورد احلى في الوصفه دي تمام كده بعد كده خلاص النار طفتها دلوقتي في المرحلة دي طفت النار عشان طبعا مية الورد ما تمررش وهغطي عليها حوالي دقيقتين ثلاثة هتظبط معاكي جدا جدا بصي بقى بقيت متماسكة ومفرولة بسبوسة كده بعد ما غطيت عليها ثلاث دقايق كده ده المنظر بتاعها هديت شويه جبت هنا عندي بوله مغلفتها بورق استرتش ممكن تحطي كيس بلاستيك برضو بس ظبطيه كويس يبقى على البوله ما يتحركش معاكي وهاخد من السميد ده وهملة البوله بحيث ايه بحيث اني اعمل طبقه كبيره عايزه طبقه حلوه كده سمكتها حلوه جوه البوله من السميد ده على فكره هيتمسك معاكي بسهوله عارفه كده وانت في البحر نرجعكم للصيف شويه وتلعب مع الاولاد برمله مبلوله بتبني بيها بيوت بتبقى زي كده متماسك كده وجبت ظهر معلقه عشان يسوي لي الدنيا اكتر واحلى من بس كثري الطبقه اه كملي لو في مثلا ناحية فيها فراغ او مش مظبوطة كويس كمليها ظبطي الدنيا بصي ولا اي وقت يعني مش هتاخد معاكي وقت ده في حاله انت حابه تحشيها ممكن تحشيها بصي انا حشيتها قشطه انت ممكن تحشي قشطه نوتيلا ايس كريم لو في الصيف بصي اللي انت عايزاه اللي انت عايزاه احشيها بيها ممكن جدا ساده ما انا هعمل جزء ساده هو حالا تمام انا جبت القشطه العاديه المعلبه طبعا لو في قشطة وش اللبن الطبيعية بتاعت مصر طبعا احسن واحسن وجبت بعد كده بعد ما ضفت القشطة فضلت بقى ايه احط كمية وادوس بشويش طبعا طبعا علشان خدي بالك لان القشطة ما تطلعش منك في كل الاتجاهات تمام بصي بشويش خالص بشويش اهو زي ما انت شايفة تمام وظبطت القالب معايا او البولة وهسيبها احطها في الثلاجة تريح حطيها في التلاجة يعني ساعة كده تريح تظبط الدنيا وجبت برضو آه قالب اللي هو خبز الكيك العادي ده المستطيل اللي عندنا في كل بيت وحط الكمية الباقية فيه وبرضو فرشاة بورق الاسترتش الغذائي ده البلاستيك علشان تطلع معاكي بسهولة تمام هحطك باقي الكمية اللي عندي وهضغط عليه كويس جدا كل ما احط شوية اضغط عليهم كويس عايزاهم يتماسكوا تمام يا حبايبي لان احنا ما ضفناش اي سوائل ما دخلناش فرن فاحنا عايزين يتمسكوا واديكي شايفه اهو بنظبط القالب كويس وبنخليه يتماسك كويس زي ما انت شايفه بس كده وبرده القلب هيريح معاكي ساعة حلوة جدا جدا يعني مش هتاخد وقت ممكن تاكليها دافية كده بس هتستغني عن التشكيل لانها علشان تطلع معاكي مظبوطة في الشكل لازم تريح في التلاجة تمام وده شكلهم بعد ما ارتاحوا في التلاجة وتعالوا بقى نقدم بأي شكل وبأي تزيين يعجبك يعني بصوا حلو سريع كده وسهل كده ولا فرن ولا بيكنج باودر ولا كيك ولا الكلام ده البوله زينتها بفستق زيني زي ما انت عايزه فول سوداني ما تزينيش خالص كفايه القشطه اللي جوه برده حلو شغال وده القالب اهو اه اه بتحشي البلاستيك طبعا بشويش وزيني انا هنا زينتها بجوز الهند زي ما قلت لكم نعيش اجواء البسبوسه اي حد ما بيعرفش يعمل بسبوسه اعملي الحلو ده هتدوقي احلى من احلى بسبوسه يعني كانك بتاكلي بسبوسه واحلى بكتير وسهله وسريعه زي ما انت شايفه بس كده حلونا خلص وحلقتنا خلصت اتمنى حبايبي تعملوا الوصفه وتسيبوا لي رايكم هنا في التعليقات او على رسائل صفحاتي على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك اسمهم اكله بنفس اتمنى تشوفوا صندوق الوصف كمان هسيب لكم قائمه تشغيل لحلويات سريعه تظهر لك في حرف الاي دلوقتي وفي صندوق الوصف وبص بقى الجمال بصي متماسكه ازاي والقشطه بصي جميله جميله تحفه تحفه جميله وشكلها يعني طريقه تقديم مختلفه جدا ولا ابسط ولا اسهل ولا اطعم من كده على فكره والطعم هيعجبك جدا وخصوصا لو هتستعملي سمنه بلدي او زبده نوعها حلو لوربك مثلا او اي نوع زبده انت بتحبيه يعني بس زيت هتبقى هتبقى حلوه بس مش هتديك النتيجه اللي احنا او الطعم اللي احنا عايزينه لان انا بنقول عايزين نعيش اجواء البسبوسه يعني بصي بقى جميلة جدا بالقشطة او حتى سادة بصي متماسكة ازاي مش بقولك جميلة وسريعة وحلوة جدا اه تقدري تعمليها سريعة في اي وقت لو محتاجة حلو زي ما قلنا سريع بصي الجمال بصي متماسكة ازاي جميلة جدا بجد تحفة انا عن نفسي السادة عجبتني احلى تخيلوا اتمنى حبيبتي لو وصلت معي لحد هنا ما تنسيش باشتراك وتفعيل زر الجرس واللايكات الكتير للفيديو عشان ترفعوا يشوفوا غيرك